كلودي، خذينا إلى التفاصيل حولك، ما هي الأجواء وما الذي يجري الآن في هذا المكان؟ نحن موجودون في هذه المنطقة المطلة على مرفأ بيروت، حيث تحتشد أعداد غفيرة من المواطنين للمشاركة في أحياء هذه الذكرى السنوية التي يعبر فيها الناس عن غضب كبير، يرددون كلمة ثورة، يرددون فلتسقط الحصانات، يرددون فلنتوجه إلى مجلس الوزراء، توجه إلى القصر الجمهوري. وكانت مجموعة من المعتصمين قد توجهت هذا المساء إلى الباحة القريبة من البرلمان، حيث أفدنا عن بدء وقوع صدامات مع الحرس، حرس المجلس النيابي، حتى أن الصليب الأحمر تحدث عن أنه أسعف عددا من الجرحى في منطقة وسط بيروت. هذه الليلة لم تبدأ بعد، الآن من المفترض أن يحيي البطريرك الماروني قداسا إلهيا، ولكن الأعداد الغفيرة، سوف أترك لزميلي خالد موسى أن يريكم صورة المتظاهرين، الصورة تتكلم، أعداد كبيرة، لعلهم بهذه الأعداد من المرفأ حتى وسط بيروت، حتى ساحة الشهداء، وصلوا الساحتين ببعضهما البعض بوجودهم وبأعدادهم. هذا المشهد لم نره منذ انكفاء الثوار والمحتجين، محتجين 17 من أكتوبر. الآن عاد هؤلاء ليملأوا هذه الساحات، وكانت الكلمات تشدد، كلمات التي ألقيت هنا أحياء للذكرى تشدد على ضرورة المثابرة والمحافظة على هذا المشهد في الأيام المقبلة، لأن المعركة طويلة، معركة إسقاط الحصانات، معركة إظهار الحقيقة، معركة إزالة هذه السلطة السارقة والخاطفة والتي نكبت شعبها وجرحته وقتلته، إزالتها من كراسيها ومقاعدها لبناء لبنان جديد. إذن اليوم هو التحدي أمام المواطنين الذين يشاركون في هذه الاعتصامات ليواصلوا تحركهم ويحققوا مبتغاهم، فلا يتم تفريغ هذا التحرك الشعبي الذي يبدو كبيرا جدا بالمقارنة مع كل الفترات السابقة، تحدي لاستمرار هذا التحرك الشعبي وليحقق مبتغاه قبل تفريغه من مضمونه.